يو سلام لا فامي، جيسبر كو زالي بيان. كلشي هو هذا، حنا كنتلاقاو عاوتاني مجددا في هاد لا فيديو. بغيت نقول لكم ميرسي بوكو بوكو بور لو سوبور ديالكم في لا بروميير فيديو، فاش شرحت لكم الكونسيبت ديال لا باج ولا شين. وميرسي بوكو على السوبور ديالكم في انستغرام و فو ريبونس في ستوري، صافي انورميمون بليزير. Thank you so much la team ST. Inch'Allah, espérons que vous avez la vidéo du bon contenu. Anyway, كيف ما كنت وعدتكم في بوست انستغرام، غادي ندوي على ديفيرونس انت لا بريز دو ماس و لا سيش. سي ان سوجي ان تي بو فيه الهضره، زعما فيه الهضره، وفكرت مزيان نبدا نلوح لي فيديو. فكرت مزيان هو انه ماشي كلشي انتريسي بلا بريز دو ماس وماشي كلشي انتريسي بلا سيش، دوكو غادي نقسمهم على جوج. غادي ندوي على لا بريز دو ماس اون ايبيزود بوحديتها و لا سيش في دي ايبيزود بوحديتها. مي بعدا في هاد الفيديو غادي نحاول ندوي عليهم بجوجهم لا ديفيرونس، باش كل واحد يعرف اشنو غادي يتبع وكل واحد يعرف الفرق، اللي عارف اللي ما عارفش، وكلنا نستافدو. ومن الافضل جو بونس كو من الافضل غادي نحاول ندير دي فيديو قصار ونقسمهم على دي زيبيزود، كانه ندير وحده وكبيره، حيت عاوتاني شحال واحد كيمل وفاش ما كيلقاش لا ريبونس الجواب ديالو ولا الكونتوني اللي بغا كيخرج كيديك الرقبق، كيخسر عليك الرقبق، ما كيتفرجش الفيديو. ماشي هو هذا لوبجيكتيف ديالنا، حنا بغينا كلشي يستافد. دوكو غادي نحط لكل واحد داكشي اللي بغا نيشان و اون ديتاي ان شاء الله. anyway حنا ندخلو في السوجي. لا بريز دو ماس، لا بريز دو ماس هي لو غان دو بوا، كيف ما كتوصف السميه ديال لو غان دو بوا، في ثلاثه الحوايج: الماء، الشحمة، والموسكل. هادو هما ثلاثة الحوايج اللي كتزيد فاش كتزيد لو بوا. علاش الماء؟ الماء كيكون واحد ليكيليبر اونتخ لو بوتاسيوم والصوديوم، كيكون ريسبونسابل على ديك لا ريتونسيون دو. يعني نشرحها لكم، لا ريتونسيون دو يعني فاش كيتزاد فيك الماء كيتزاد لو بوا، هذا هو البوان الاول. البوان الثاني هو الشحمة. انا صراحة عمرني شفت ان اتليت ولا ان سبورتيف ولا بيني وبينك اي واحد باغي يزيد في الشحمة بوحديتها، ما بلانش باغي يزيد في الميزان، باغي يزيد في الشحمة بوحديتها، والله الا ما بلانش. وديجا سي سكو فون لا ماجوريتي دي ماروكان، فاش ما كيعرفوش شنو كياكلو فاش ما كيترينيوش كيتزادو في لو بوا. وكاينه ثالث حاجة اللي هي اللي بغيتو كاملين، هو لو موسكل. هي ثالث حاجة هي تزيد في لو موسكل. اي سبورتيف، اي واحد كيمشي لاصال، اي واحد كيدير لو سبور باغي يزيد في الموسكل وباغي يوصل لوبجيكتيف، داك البودي جول ديالو اللي عنده هنا، داك لوبجيكتيف اللي عنده باغي يوصل ليه. كسوا يكون مقدر وساك، مقدر ورقيق، مقدر وفيك شوية الفات، المهم كل واحد كيفاش باغي يشوف راسو، كل واحد كيفاش باغي راسو، عنده واحد البودي جول ديالو في دماغو. ان شاء الله جو سي او ماكسيموم نشرح لكم كومون سا سباس. بوغ لا بريز دو ماس خاص الموسكل تعطيه جميع الوسائل، جميع الوسائل وجميع الحوايج اللي خاصينو باش يتبنى وباش يكبر ترونكيلمون، وديك الساعة غادي تقدر. كومو غتقولي نعطيو بروتين؟ تعطيه البروتين، سي ليليمون و لو ماكرو نوتريمون اسونسييل، ولكن ما تعطيش غير بروتين بوحديتها. ماشي تشرب ليا لاواي وتاكل لحم والدجاج صافي غتكثر، سي با سوفيزون. وي سي بيان مي سي با سوفيزون. علاش؟ باش تكثر خاصك دير لو موسك ديالك تعطيه جميع الوسائل وتعطيه الراحه، تحطو في واحد لا زون دو كونفور ديالو لا يبقى فيها مرتاح. سي تادير كيف ما قلت لكم في داك لو بوست انستغرام، غادي تحط لو موسك ديالك اون زون دو كونفور لانابوليز اللي كنت قلت لكم. سي تادير ديك لا زون دو كونفور غتعطيه واحد الفائض في الوسائل اللي خاصو باش يتبنى. بحالاش؟ انا نقول لكم بحالاش، انا نعطيكم واحد ليكزامبل. واحد باغي يبني موبل، باغي يبني اني موبل، خاصو لياجور، خاصو سيما، خاصو كذا كذا، خاصو بزاف لي ماتيريو باش يلا يكبر داك الموبل. انت مراكش تعطيه ياجور، مراكش تمشي تغبر عليه يومين كتجيب لي شويه سيما، ومراك تجيب لي سيما ما كاملاش، مرا هذا ما غيتبناش، غادي تبنى معطل ولا غادي تبنى عوج ولا ما غيتبناش كاع نهائيا. مي باغ كونت فاش كتجيب لي واحد الفائض ديال داك الماتيريال ديالو اللي كيحتاج غادي تجيب لنا داك الموبل غابيدمون ومقاد، فهمتيني كيفاش؟ سي لا ميم شوز بوغ لو موسكل، سوف كو لو موسكل غادي تعطي لي بروتين وي باش يتبنى، سي ليليمون اسونسييل، وغادي تعطيه لي غلوسيد
اللي هما الكربوهيدرات، سليمو انرجيتيك برينسيبال ديال الموسك، يعني باش تخدم اونصال ترونكيلمون يكون عندك واحد الفائض في الانرجي من هادشي كامل، ان سوربلوس كالوريك، يعني غادي تزيد في لي كالوري ديالك اللي كتحتاج، غادي تزيد في لي كالوري ديالك وغتكونسومي اكثر من لي كالوري اللي كتحتاج في النهار. مي كاين واحد لو كالكول، غادي دير ان سوربلوس كالوريك ديال انتر 5 à 10%. غتقول لي علاش انتر 5 à 10%؟ غادي نقول لك باسكو كاين اللي باغي يزيد في الموسكل وي مينيميزي لا غريس، باسكو لو سوربلوس كالوريك الاخوان كيزيد في لا غريس، كونوا واقعيين غادي تكثر، ما غادي تزاد معاك اون باراليل دو لا غريس لا بودا، باسكو ان سوربلوس كالوريك راه فائض في الطاقه ودوكو كتحول اون غريس كتزاد فيك لا غريس. مي بور لو كيما قلنا بور لو سوربلوس كالوريك علاش ديك 5 إلى 10% باش مينيميزي لا غريس، باش تربح في الموسكل اكثر من لا غريس، وباش ملي تمشي لا سيش تبغي تحيد ديك لا غريس في لا بيرت دو بوا ما تعذبش، تلقاها قليله ولا فاسيل سوبريمي. ما علينا، بور لو سوربلوس كالوري كنعطيك واحد ليكزامبل، فلان فيه 1.70 متر وفيه 55 كيلو، نعطيكم اكزامبل واحد سكيني ما فيش الفات وما فيش الموسكل بغي ديفلوبي الموسكل، ايجي دير لو كالكول ديال لي كالوري، غادي يلقى راسو مثلا كيحتاج 2600 كالوري بار جور. هاد فلان اكس اللي فيه 1.75 متر و55 كيلو كيحتاج 2600 كالوري بار جور، غادي بيان سور يحسب سون ابور كالوريك عاوتاني بلاكتيفيتي اللي كيدير، حيت كاين الكالكول ديال لي كالوري ميتابوليك، هذاك راه خاصك تكونسوميه لابد في النهار ضروري pour le fonctionnement du corps correct خاصك تكونسوميه، وعاد باش كتزيد عليه الكالكول باش تكمل الكالكول كامل طوطال تزيد عليه الكالكول بلاكتيفيتي فيزيك ديالك في النهار. هاد فلان عطاتو 2600 باغي يدير بريز دو ماس، فاش باغي يدير بريز دو ماس خاصو يزيد 5 à 10% كيما قلنا، شحال جاتو مثلا زاد 10% غادي يزيد على ديك 2600 260، غادي 2860 كالوري بار جور اللي خاصو يكونسومي باش يدخل في لا بريز دو ماس باش يتزاد في الوزن. مي اون ميم طون خاصو دو لونترينمون وخاصو يواظب على لاصال و لونترينمون باش يزيد في لو بوا اون موسكل ماشي بالشحمه، حيت الشحمه ما بلانش بوغ ان اتليت. ما علينا، بوغ لا كونتيتي دو بروتيين كاين اللي كيبغي يسول لا كونتيتي دو بروتيين، وي كاينه واحد لا كونتيتي دو بروتيين، خاصك 1.5 غرام ديال البروتيين بار كيلوغرام ديال بوا دو كور، يعني فلان اللي فيه 55 كيلو خاصو يشد ديك 55 كيلو ديالو يضربها في 1.5 غرام ديال البروتيين، غادي تعطيه اون غرام شحال ديال البروتيين خاصو يكونسومي في النهار. وهاد 1.5 غرام ديال البروتيين كما قالها واحد لو نوتريسيونيست هي. ما علينا، وبالنسبه لو ريست يحاول او ماكسيموم يكون الكربوهيدرات باش يكون عنده فائض في الطاقه باش يخدم في لاصال سين انرجي دو موسك كما قلت لكم. دابا يا ابري افوار اكسبليكي شويه على لا بريز دو ماس غادي ندوي لكم على لاسيش. لاسيش الاخوان هي لا بيرت دو بوا، ولا بيرت دو بوا يعني سبيسيفيكمون لو غرا الشحمه، باغي تحيد الشحمه، اي واحد كيبغي يطيح الوزن راه كيبغي يحيد غير الشحمه، ما يبغيش يضيع الموسكل ديالو اللي خدم عليه بزاف ديال الوقت، غادي يبغي يحيد الشحمه والماء. قلت لكم على الماء كاين واحد ليكيليبر ديال البوتاسيوم والصوديوم، لو بلوس الصوديوم عندك طالع لو بلوس غادي تكون عندك لا ريتونسيون ديال لو، يعني غادي تزاد فيك لو بوا بالماء، باش تحيد داك الماء خاصك تدخل دو بوتاسيوم، حيت كاينه واحد لا بالونس بوتاسيوم صوديوم، يعني كي لا فالونس يعني خاصك تشرب الماء يكون بوفون صوديوم وكيكون فيه البوتاسيوم، كوم سا تنقص داك الماء. وباش تنقص فلو غرا اي واحد كنسولو، اي واحد كنسولو كيقول لك غنبقى نجري غندير ديك الصمطه ديال الكرش اللي كتسخن كتحرق، غنمشي الصونا غتشعل العافيه في كرشك ماشي غير تمشي الصونا، راه ما بلانش هادشي كامل، انا نقول لكم اش غادي ديروا لي، هادشي اللي غادي ديروا لي هادشي كامل ما منوش، لو سول مويان
pour perdre du gras, c'est un tariq al-makla, c'est-à-dire makla structurée, high fil protein ou fiha aham haja déficit calorique. La prise de masse, c'est un surplus calorique, باش تسيشي خاصك un déficit calorique. حنا غادي نعاودو نجيبو داك فلان اللي كان فيه متر وسبعين وخمسة وخمسين كيلو. إن افتراض هو دوز عام في سيربليس كالوريك وكيمشي لاصال مواظب على سيزون تخينمون كيتريني مزيان وكان ديما سيربليس كالوريك واظب على داكشي داز عام تزادت فيه اسيدي 15 كيلوغرام سي فوزاب انتر 13 و 15 كيلوغرام ولات فيه 67 ولا 70 كيلو مي ديك 67 ولا 70 كيلو تزادت فيه اللي راسو تكثر وصل لواحد لا فورم كان باغيها واحد البودي كول كان باغيه مي قال اجي انا مكثر ولكن ما مطراسيش ولكن داك الميسكل ديالي مخبيه الشحمه باغي يحيد ديك الشحمه اللي ربح اون باغالي في سيغ بلوس كالوري اش غادي يدير فلان غادي يمشي لا فينيسيون اش شي واحدين كيسميو لا سيش لا فينيسيون غادي يدير ان ديفيسيت كالوريك غادي يعاود يقدر الريجيم ديالو غادي يدير ان ديفيسيت كالوريك غادي يعاود يدير الكالكول ديالو بهذيك لا فورمول اللي قلت ليه اللي حليكم في البوست انستغرام ها هي غادي تحسب لي كالوري ديالك اللي كتحتاج وغادي تضيف عليهم لاكتيفيتي فيزيك ديالك في السيمانه ولا انتنسيتي ايتترا باش تملتيبليها وغادي يعطيك الكالكول اكزاكت لو نومبر اكزاكت اللي كتحتاج يعني مثلا فلان تكثر هذاك فلان مول متر و70 اللي تكثر غادي يولي يحتاج دابا 3100 كالوري بار جور مثلا عندك 3100 كالوري بار جور غادي يدير لها ديفيسيت ديال 400 الى 500 كالوري نقصها يعني بحال خاصو ياخذ بار جور خاصو يكونسومي بار جور 2600 ا 2700 كالوري بار جور باش يتمكن من انه يسيشي يعني يسوبريمي ديك لاغريس مي هاد لو مي واحد النقطه كبيره غادي نعاودو نرجعو لي بروتين عاوتاني لي بروتين ماشي غير باش تكثر لي بروتين تحتاجهم كثر فلاسيش على انك تحتاجهم في فلاماس علاش لانه فلاسيش تي اون كاتابوليزم ماشي اون انابوليزم ديك لا زون دو كونفور ما بقيتيش فيها ما عندكش فائض الطاقه عندك نقص في الطاقه دابا دونك غادي تحاول تحضي مع ماكلتك مزيان ولي بروتين باش تحافظ على المسك اللي ربحتي تو طولون دو لاني ولا تو طولون دو تي زونترينمون ماشي عندك فلان ترينا عام داك فلان مول متر وسبعين ترينا عام باش يحافظ على المسك ديالو حيت غير ديك لاغريس غادي يدير ديفيسيت كالوريك كما قلنا وغادي يحضي ماكلتو كيفاش لي بروتين غادي تزيد فيهم لي بروتين عوض 1.5 غرام بار كيلو ديال البو دو كور غادي تولي 2.5 غرام بار كيلو ديال البو دو كور يعني خاصك تطلع لا كونتيتي ديال البروتين ديالك ولي زاسيد اميني ولا قدرتي كاع تدخل لي كومبليمون اليمونتير لا واي مثلا دخل علاش لا باش حافظ على المسكل ديالك لانه فلاسيش كاين لا فونت مسكولير وممكن انه يمشي لك شويه من المسكل ديالك يعني ما بلانش واش بغيت تحافظ عليه وتوصل البودي جول ديالك ديك طود ماس غراس ديالك اللي باغي دوكو اش غادي دير هنا غادي تزيد في لي بروتين ومن غير لي بروتين غادي تحاول نتايا تنظم الطاقه ديالك هادو ما كراش ندوي عليهم في لي زيبيزود ديال لاسيج بوحديتهم تخليهم تندوي عليهم من بعد كاينين دي زاليمون اللي هما سي دي سوبر اليمون في لاسيج غادي سيموليو لك الطاقه ديالك وغادي يخليوك ما تحش بلا فان ما يخليوك ما تحش بالجوع و ايتترا ايتترا غادي تنظم طاقتك غادي تحاول تاخذ دي غلوسيد برينسيبالمون دي غلوسيد دو كاليتي الكربوهيدرات ديال كاليتي سيتادير غادي تنسى شي حاجه سميتها لي غلوسيد بانديس غليسيميك طالع غتقول لي سكر لون سكر رابيد نو ماشي هادشي لي قاصد قاصد اليمون بانديس غليسيميك طالع تقول شنو الانديس غليسيميك الانديس غليسيميك هو واحد الحاجه مكرهش ندوي عليها بوحديتها اون فيديو غادي ندوي عليها سون موست هاد الفيديو ديال لاماس ولا سيش نو سي ان تروك تري امبورطون ولا فهمتي غادي تتحكم في لي غلوسيد بالمانيطا والله غادي تتحكم فيهم بالمانيطا تولي تتحكم في الطاقه ديالك بالمانيطا انه الانديس غليسيميك هو الحاجه اللي خصك تعرفها فريمون في لي زاليم نتايا في لاسيش انا نعطيكم باختصار غادي تحاول تقلب على لي زاليمون اللي طايحين في الانديس غليسيميك اللي الانديس غليسيميك ديالهم قل من 45
باش دير اون بون سيش والروز في لا سيش مع بلانش باسكو لانديز غليسيميك ديالو طالع بزاف. وانا نقول لكم علاش ما خاصكش تاخذ دي تروك لي فيهم انديز غليسيميك طالع وعلاش خاصك تاخذو هابط. و سي كوا هاد لانديز غليسيميك اصلا دو باز في اون فيديو بوحديتها تكون فيديو قصيره ومخففه فيت فين نشرحها. ما علينا هادي هي لا سيش و سا برون دو طون عاوتاني باش تسيشي. ونزيدكم واحد لانفو بونوس اللي هي 9000 كالوري ايت ايغال 1 كيلوغرام دو غريس بور. يعني نتايا تقدر دير كل نهار ديفيس ما تجي فين توصل 9000 قح قا حسب نتايا. من هاد المنبر ما كرهتش نقول لكم ميرسي بوكو اونكور اون فوا. نتمنوا تكونوا استفدتوا كل واحد لقى اجوبه على شي اسئله كان كيطرحها في دماغو. و سيغ سو غادي نقول لكم كنبغيكم بزاف على تيم اس تي. و بغيت نقول لكم ما تنساوش معاكم هذاك و واحد سبسكرايب و ما تنساش بارطاجي مع عشرانك اللي معاك في لاصال ولا عشرانك اللي كيترينيو. و الله يوفقكم كاملين مع سبورت تريني تريني الانفيني.